لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، لأنه قد يكون المسخور منه خيرا من الساخر، وهذا هو الواقع. فإن الذين يسخرون من الناس ويتنقصونهم لما فيهم هم من النقص العظيم، وإلا لو لم يكن فيهم نقص لما تنقصوا الناس. ثم قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو التنقص أيضا، وأنفسكم يعني بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، وإلا فالإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه وأخوه من نفسه، لأن المؤمنين كنفس واحدة كجسد واحد وكبنيان واحد. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الألقاب جمع لقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم، فهذا نهي عن الألقاب التي فيها ذم تنقص، كالبخيل والجاهل وغير ذلك من العيوب.